وصلنا للعبة ايدك معايا. الموقف يا جماعة بيقول ان في بائع ايس كريم على العربية اللي هيلعب دوره اوزو، هو بيحاول يقنع شخص زبون انه يشتري من عنده ايس كريم عشان عنده ايس كريم ميكس جديد، يعني اللي هو هيلعب دوره شريف هيبقى هو الزبون. لكن المشكلة بقى ان اوزو مش هيقدر يستخدم ايديه، لان اللي هيلعب ايدين اوزو هو بسيط. مستعدين؟ ان شاء الله. يلا الايس كريم التازه، الايس كريم الجديد، يلا يا طفل، يلا يا طفله، يلا يا سلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، دي عربيه اطفال. لا 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 لا، انا جوايا طفل اساسا. انا عايز اقول لك على حاجه، انا سمعت بقى ان انت احلى واحد بتعمل ايس كريم. ليه؟ نكهات جديده تمام، فليفرز عندنا حضرتك يا فندم، عندنا بنحط حاجات جديده. انت عمرك سمعت عن الايس كريم بالفشار؟ بالفشار؟ احنا بنعمله بالفشار. ده انت مجرم. ده حقيقي. لا، سمعت على الايس كريم بالبقسومات؟ بالبقسومات. هنوريك اللي عمرك ما شفته. ده ولا السحر. امال ايه يا فندم؟ اتفضل يا فندم. جاهز معايا؟ طبعا. المثل يقول لك ايه؟ ايه؟ عين تشوف ايد تدفع. انا عايز اشوف حاجه تاكلني، انا اشتري الاول. ها؟ واضح ان انت بتتعامل في كاتيجوري معفن. تمام. حضرتك دوقني الاول بعناية. ها؟ ممكن حضرتك، انا اخر مره كنت شغال في ايطاليا. بص هيك بنحط الفشار تمام؟ الله كده؟ الله. اوكي؟ بنجيب عليه لو سمحت ساعدني يعني باذنك. ده أيوة. عربيتي. بنحط عليه نحط عليه كريم شانتي تمام كده؟ بس مش عك شويه؟ اشتغل مكاني. انا اسف. اشتغل مكاني. انا اسف. امشي امشي. انا اسف. اروح بيتنا. لا تمام. انا محضر دكتوراه في الايس كريم. انا اسف انا اسف. فشار على كريم جانتي. ايوه تمام. مش الكريم ايه معلش سوري؟ شانتي. اوكي اوكي ولا يهمك. يلا خليك شانتي بقى وكمل. معانا شيبسي هنا هنحطه. مش عك شويه؟ اسكت ودوق وروق. يا الله شو هيدي. تمام؟ تمام. بناخد ايه بقى عندنا؟ عندنا عنب برضو ممكن نحط. الله يحب العنب. عسل. الله عشان الله. الصحة. احنا عندنا هنا فشار وعسل وحاجات كتيرة جدا. تمام؟ بناخد بعد كده ايه بقى؟ لحسة. طبيعي. لسه النحلة عاملة بتبي. جوعتني. مش ممكن. مش ممكن. بص بقى الصوص كده بيتحط. ايوه. اوه طبعا انت فاكره زيت حار بالنسبة لثقافتك. لا. ده كاتيجوري بعيد عليك قوي. ده ايه ده؟ ده صوص ديفينبيلي فراوله. تمام تمام. اوكي تمام تمام. ما تقاطعنيش تاني. انا اسف. وتقول يا دكتور. يا دكتور. دكتور فتوته بعد اذنك. حاضر. اوكي تمام. بنمسك الخليط ده كله بقى بنعجنه مع بعضه. بالمعلقه؟ بالمعلقه. انا بايدينا، انا شغال بمعلقه عشان خاطرك، لو عايز بايدي اتفضل. بس ايه؟ انا ما بقرفش بس نفسي ادوق، نفسي ادوق. بص فتحت لك شهيتك، امسك يلا. يا عم وانا كلب؟ ما تخلص دوقني. خلاص فين اللي بقى لي ساعه فتح لك بقي؟ ما تخلص يابا. انا جاي لك كل المشوار ده، انت لازم تتعب عشان تروح للحاجه، مش الحاجه اللي تتعب عشان تجي لك. دوقني يا عظيم. دي حلويات. يا جميل. دي اللي هتبسطك. يلا. احلى بتاع ايس كريم. اظن تحفه صح؟ بص هتحس الاول بانفعال، السكر هيزيد شويه، البنكرياس مش هيعرف يحرق الحاجات دي كلها. ده جامد جدا. لا بقى اديني بقى فرصتي بقى. ده زبيب. كل سنه وانت طيب. وانت بس. لا مش عمالك سنيك كنافه يعني في الفرن، مش ممكن. بس الكوكتيل كده هيبقى جامد قوي. الله يخرب بيت الشبعه من بعد جوع. براد جدا في الحاجات دي. بص بنعجن الخليط، في عندنا شوكولاته بتحبها ولا بتفكرك بيا؟ انا احب اهزر كده. لا لا انا دمي زي العسل. ده ايه ده؟ ده سيرب سيمون في مي. جميل بحبه قوي. على بنمسك بيبي السمك بنعصره بيبقى ده. تمام؟ بنحط كتير بقى عشان ايه ده؟ بص ده اصلا خيبك عشان فيك حلو. تمام. ده مش ده عشان انت مش طفل حاططه لك. تمام. بتاع الناس المزاج العالي. ما هتحط شويه شربات. لا ده فرح اختك ان شاء الله. انت عطشان يا كبدي؟ يا قلبي. طباخ السم لازم يدوقه. انت مش شايف كده ان حلو الكوكتيل كده؟ اسكت استنى، ده احنا داخلين على ايام سودا. استنى سعيد في كورن فليكس. يا بختك. يا بختك. يا بختك. بص انا في الجنه. يا بختك يا ابن المحظوظ. انا مش موجود هنا خالص. انا لسه ادوق بقى زيك. بق كمان، خد بق دوق. بق. يا القرف ده؟ يا دي موز هنا بقى. يلا بقى، يلا والشوكولاته اهي والموز اهو. ساعدني يا اخي ساعدني. ساعدني يا عم. انت طيب قوي بتديني الموزه في بقي.
والله حلو. اه ازود لك الصوص بقى بتاع الفراوله بتحبه. الله. اكسر بقسماطها وحطها. اكسر بقسماطها وحطها. اه شوف لو في عيل مزنوق هنا يجي يعملها بالمره. شوف لو في ابن اختك مزنوق ولا حاجه خليه يجي. دوقني بقى. مكسرات بقى. يا سلام. يا سلام. مش ممكن. بص بقى الخليط ده اسمه ايه؟ الله اسمه ايه؟ كل وشتم. يا نهار اسود. يا نهار اسود بقى. جميل. مش ممكن. تحفة يا بيه. مش ممكن. الله أكبر عليك. أنا مش مصدق. ده أنت عالمي. أنا عندي كمية سكريات تفجر الدنيا. الله أكبر. أنا هايبر. كوكتيل حلو. بصراحة. Ha 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 ha!